أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة التي نستعرض لكم فيها آراء المواطنين حول أبرز القضايا المثارة على الساحة اليمنية. واليوم لنا وقفة من محافظة مأرب، نستعرض سويا عن آراء المواطنين حول مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني، وآراء المواطنين بمدى ارتباطه ومدى تكتيكه للانقلاب في اليمن وماذا قالوا في مقتله. قاسم سليماني وكبش فداء ضحت به إيران بالتنسيق مع أمريكا من أجل كبت ثورة الشعب العراقي. كان هذا الرجل هو الصندوق الأسود للكثير من جرائم إيران في الوطن العربي وكثير من الدول الإسلامية، فعملت إيران على تصفية هذا الرجل بالتنسيق مع أمريكا لإخفاء جرائمها. هذه انتخابات في أمريكا، أراد ترامب أن يأخذ منها مصلحة في الدعاية الانتخابية القادمة، لأنه ظرف في هذه الظرف في الدعاية القديمة. مقتل قاسم سليماني هي حبكة قامت بها أمريكا وإيران لإنهاء الاحتجاجات في العراق ضد إيران. سليماني أخذه الله لأنه كان مجرما وقاتل، قتل العديد من الناس الأبرياء في سوريا والعراق. إذن كانت هذه هي آراء المواطنين حول مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.